كده سرحان الشيطان يوزك في سكة شمال يفضل يقولك عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ كده خربت نار حبة فوق حبة تحت. كيف الحال يا باشا؟ اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا، اتفضل حضرتك. ابو عامل يا باشا. عامل ايه يا باشا؟ عامل ايه؟ عايز عامل ايه؟ عامل ايه يا فندم؟ عامل سباك حد مصمد على مواصيه وبلا. عايز سباك؟ لا ربنا جابني ليك، ربنا جابني ليك يا اخي. انت فنان والله، ربنا جابني. عارف ايه؟ انت مخضوض ابن حلال ما انتم. والله ابن حلال ما انتم بجد، والله العظيم حلال يا اخي. يا اطلع 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 اطلع. السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ ربنا يحرسك. اخبار حضرتك؟ ازيك ان شاء الله؟ حياك حياك. انت كيف البيت يا فندم؟ تحت امرك في اي حاجه؟ سباكه كهربا كله زي الفل. اقوى كهربا مسباكه. لا ما تقلقش، على فكره انت مش يا اخي. ربنا داعي لك والله العظيم، ربنا داعي لك، ربنا داعي لك والله. عارف ان انا لا مش عايز اتفلسف عليك اكتر. لا امشي، روح بس اتكل على الله. ما تقلقش، يستر عليك والله انك جاهز. اتكل على الله. والله يا ابن النيل انك نمبر 1. لا لا على فكره يا فندم، يعطيك نمبر 1. عندنا اغنيه في مصر اسمها نمبر 1. والله نمبر 1. تك 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 تك. اوه يا ابن النيل، اوه يا ام الدنيا. اوكي 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 اوكي. اسم حضرتك ايه فندم؟ علي سعيد. علي سعيد؟ ايوه. رجعه. لا رجعه؟ رجعه الله يهديه. لا على فكره انا شفت حضرتك او حاجه شبه كده في مسلسل تركي، مش كده؟ انت عملت مسلسل تركي بقى؟ يس. بجد بقى؟ اوكي. والله انت اللي عملته؟ يس. انت بتهزر عليا يا فكره؟ لا انا ما هزرش. انت عملت في مسلسل؟ لا والله ما هزرش يا ابن النيل. على فكره يا فندم انا مش هعرفك على نفسي بقى وبس. انا فندم مهندس عادل سعاده. وانعم وانعم. عادل سعاده بيتضرب بيه المثل في السباكه يا شيخ. عادل سعاده بيتضرب فيه مثل في السباكه، دي قاعده على فكره، قاعده. شكرا والله. عادل سعاده مثل في السباكه. شكرا يا ابن النيل. لا حاجه من الاخر والله. حاجه من الاخر بصراحه. والله شكرا يا فندم. تبان تكان تان 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 نمبر 1 نمبر 1 سكا سكا تان تان نمبر 1 نمبر 1. حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يكرمك. اهلا بيك والله. كويس ما شاء الله. البيت ده كله بتوعك يا باشا؟ اه ده تبعنا كله ما شاء الله. حاجه فظيعه بصراحه. اه تمام. جميله جميله جدا. لا لا جدا كويس كمان. الحمد لله. حاجه فظيعه. كويس. ابغى هذه المغاسل. المغاسل ديت؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، بلاطه اسباني وحاجات فظيعه. بسم الله ما شاء الله. حلوه. لا يا فندم ده حاجه بسم الله ما شاء الله. كلام. لا بيت كبير ما جدا. في فظيع فظيع جدا 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 بصراحه. اللي بيشوف حضرتك كده، اي شخص بيشوف حضرتك كده ما بيقولش عليك ما شاء الله تعالى. انت لا يا باشا ايه ينفع كده؟ لا لا فظيع 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 بصراحه. ابغاك تشوف اللي ما يجيها المويه مره. هي المغسله دي المشكله. هذه المشكله كلها. دي واضح جدا انه في مشكله في البايظه كده. البايظه لا لا حاجه بسيطه على فكره، حاجه بسيطه على فكره. ده شغل بسيط جدا 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 بالنسبه لينا يعني. عامل لك احسن من كده بكتير، وكمان ممكن اعمل لك خراطيش ثانيه. شغلتي يا باشا ما تقلقش. كم تشتغل لي ده؟ لا شوف اخر حاجه بفكر فيها الفلوس على فكره. بس على فكره انا بشتري راجل. بس بجد اخر حاجه بفكر فيها الفلوس. فلوسك عندك خالص؟ معك. اتكلنا على الله يا ابني، اتكلنا على الله. خلاص يا عم، انا بشتري رجاله، انا بشتري رجاله. الواحد يبقى عايز ايه؟ يفضل معاه شخص يعني خرب عليه حاجه، عمل حاجه، يجي بقى. بس انا رايح بس واشوف شغلي بعدين. لا لا ما تقلقش، روح خد راحتك خالص، وهتيجي كل حاجه متظبطه كده مشقرطه يا باشا. ما تقلقش والله. انا عايزك بقى تطمن. انت ما مهندس مش اي كلام. تحت امرك يا باشا، تحت امرك يا باشا. Oh, hey!
يجعلك من مصحف فارس اللي متخبط به. الله ينزلك مشكلتك دكت الدنيا والدليل. هي الدنيا كلها بتخر بقى مش كويس اصل، وانت بتشيك عليا يا فندم عشان يبقى شغلنا كله مظبوط. تزم وامانه قبل كل حاجه، معلش عايز اشتغل لك حاجه نظيفه. دي كلها قصه الله يزيلك اليوم. الله اكبر عليك، دي شغل ما هو البطلين. الله امص قابلة جاهدك الله ماس. يا باشا لا اله الا الله، الله يجعلك من ملعى فارس اللي متخبط بين دي المقاصر. يا مال ام الصبيان مش كذا ملعى فارس دقدقتها كلها يوم اسمها ويوم قاصرها ما ودك شغل. انا ابغى واحد يشتغل لي كويس. الله يزيلك اليوم. قم قمه قم قمه لك ام الصبيان. قم 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 الله يجعلك قم لك القوم قم مكتوب قم لك ام الصبيان خفك. والله لا يا زبط الله. استهدي بالله يا باشا، استهدي بالله يا باشا، استهدي بالله. مالك يا اخي شبح دقدقت الدنيا والدنيا. ايه يا عمي انا بني ادم، ده تصرف كويس تعمله مع واحد لا مش بالطريقه دي على فكره. يا الله يزيلك اليوم وتكون استهدي بالله يا فندم، استهدي بالله يا فندم. انت مش طايق خلقتك ليه؟ استهدي انا لسه هعمل لك حاجات محدش عاملها قبل كده ولا بعد كده ولا قبل كده لا 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 انا عايزك تستهدي بالله. اللي عمل لك الشغل كان بخزوقك. معلش في الكلمه، كان بخزوقك شغل على قده يعني. الله يزيلك لعنقورك بمبلى كله يا استهدي بالله، يعني مش متتصرف بالاسلوب. الله يجزيك. لا 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 ما تتكلمش معايا كده على فكره، ما تعملش كده على فكره، ما تمدش ايدك عليا بقى خالص. انا بقى محترم جدا وبشتغل كويس، شغلتي محترمه جدا. اوكي خلاص بقى ما اتقدم من الدين ودين تقول الله يجزيك. الله يجعلك برضه من جمع يا باشا. اهدى بقى اهدى، انا عارف ان انت عندك سكر ضغط حاجه 20 دي تزقزق دي 120. انا عايزك تروق خالص، كله هيبقى زي الفل. معلش ارجع في شغلك تاني، هتيجي كل حاجه مظبطه على الاخر. اتفضل حضرتك. انا اصلا ما بشتغلش، ما بيعجبني اشتغل كده بالطريقه دي بصراحه. اتفضل حضرتك روح استكن كده مع نفسك كده بقى، واعمل مزاج ودماغ وتعالى لي هتحصل كل حاجه زي الفل. يا شوف لا انا ما تقلقش يلا. كل ما فيه بيصرخ فيه وقالوا لي لازم لك عملية في رجلي كيس دهني غير مية بيضة على عينيا راجل غريب شفته داخل لي في ايدي. جميع هذا المصري اليوم ما حصل يظبط تظبيط اللي لا ظبط راسه دق براسه وبطن كده انهي. الله يشوف هذا المصري لما القاه قل الله لما القى الشغل تمام اليوم الا دق براسه وبطن مصحله. انت على طول كده بترغي بتهدد على طول. طيب وشوفني مش مخلي يا عمي خلاص، ما انا قلت لك خش البيت خد لك حبايه ضغط ولا سكر وتعالى لي رايق. طيب احنا هنتكلم بحاجات اكبر من كده. خلاص يعطيك العافيه. اشوف اشوف شوف شغلك يا فندم. يا شوف شغلك يا فندم. يا جماعه هذا المصري والله انا ظلمته افرقه. الله يستر عليك بس يستاهل الظلم، والله يستاهل الظلم. شوف كم سابقة من النيل. انا قلت لك من اول يعني انا ما بفكرش بالفلوس خالص. كم الشغله دي اي شخص عارف سعرها كم، وخاصه بتتعامل مع مهندس قد الدنيا يبقى انت عارف سعرها كم. انا اشتغلت لك حاجه يا فندم 20 سنه قدام مش هتخرب باذن ربنا. والله ما قصرت والله شغلانه من الاخر اقسم بالله. انا بشتغلها اهو بذمه، والله بذمه بشتغلها بذمه. كم حسابك من النيل؟ زي ما قلت لك يا باشا اي حاجه تيجي من حضرتك. ولا حصلتها خربانه كلها دبج براسك؟ لا يا باشا موبايلي عندك، اي حاجه سباكه كهرباء باذنجان لو عايز اطبخ لك هطبخ لك. تفضل اي حاجه تفضل. ايه دي ايه دي يا باشا؟ ايه دي فلوس. تفضل. على فكره يا باشا مش هينفع خالص والله العظيم بجد، الشغلانه اللي انا بشتغلها دي 300 ريال اقل حاجه اقل حاجه. صلي على النبي خمس دقائق شفت لي مغصك انك شفت طول 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 طول. اول حاجه اول حاجه اول حاجه انت بتشوف بص عليا بص عليا. اول حاجه طيب معاك ستايل مهندس قد الدنيا، اشتغلت بحاجات كتيره وعلمتك قبل كده، يبقى الشغلانه بتاعتي حاجه فظيعه بصراحه. لا لا ده هزار على فكره. لا لا خد فلوس. لا والله العظيم بجد مش هيمشي معايا والله العظيم بجد. 300 ريال اخر حاجه عشانك انت. لو حد تاني 400 ريال والله 400 ريال، انما انت يا باشا انا يعني
طيب يا ابني المستشكل تاني الصد يصلح بيننا انا وانت أنا عادي. اه ما اي شخص في الدنيا عارف السعر كام، عارف 300. اي شخص بيقول 300 اي حق يعني الواحد ما يفهمش بيها هيقول 250. هذا 250 خليها معاك 250 يا باشا. والباقي بعدنا اكلم. تمام يفضل عندك 50 ريال تقابلني تديني. قلت كويس ربنا يحفظك يا رب. يلا شوي. والله العظيم حاجه فظيعه يعني شغلانه من الاخر. بس اتهنينا واتضربنا. اتدعسنا.